نروح لمداخلة مهمة جدا جدا مع الأستاذ خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. أستاذ خالد، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر، ازيك؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. أكيد طبعا، يعني كلنا زعلانين وخروج حزين جدا لمنتخب مصر، 0 من النقاط في مجموعة كان عندنا أمل إن احنا نكون موجودين في دور الـ16 أو حتى على الأقل الخروج بمنظر مشرف، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. فتعليق حضرتك على أداء منتخب مصر في كأس العالم وخسارة في 3 مباريات. أتفق معاك يمكن في اللي أنت قلته بالظبط. أحلامنا وطموحاتنا كانت أكبر من كده. تمام. أدائنا كان أقل مما كنا نتوقع. أداء غير مبرر أغلب الأشواط الثانية في كل مباراة. تمام. عدم تركيز بشكل غريب جدا، وصل لمرحلة الشلل من وجهة نظري في ماتش السعودية في الشوط الثاني. تمام. ماتش أوروجواي وروسيا ده كوم عندي، وماتش المنتخب السعودي الشقيق اللي أنا ببارك له على هذا الفوز باعتباره دولة عربية شقيقة ويستحق الفوز، ده كوم. وأدائنا إحنا الشوط الثاني اللي بالنسبة لي يمكن كان صدمة بكل معانيها، ليس على المستوى الفني لكن على مستوى الحماس والقتال والروح المعروف بها كل مصر فينا، ده اللي كنت ما كنتش مصدقه او مذهول منه. كنت اتمنى ان على الاقل في ماتش السعوديه تطلع نتيجه مرضيه باداء مرضي. يمكن الارقام والاحصائيات لصالح المنتخب الروسي والمنتخب الاورجواني، فلو فازوا عليك بهدف او 3 اهداف مقابل هدف ممكن قد تكون النتيجه منطقيه من قبل الاحصائيين والخبراء والمحللين، لكن الاداء امام المنتخب السعودي والهزيمه امام المنتخب السعودي كانت بالنسبه لنا اكثر صدمه في مونديال السابق. استاذ خالد، يمكن من شويه اتحاد الكره قرر اقاله مستر هيكتور كوبر، رأي حضرتك في القرار ده، وهل حضرتك كنت مؤيد من البداية وجود هيكتور كوبر مديرا فنيا لمنتخب مصر؟ مش هنقول يعني من البداية، ممكن نقول من بعد صعودنا لكأس العالم، هل كنا ممكن نستعين بحد ان هو يضيف الى منتخب مصر والى لاعبي منتخب مصر والى الجماهير اللي كانت منتظرة اداء جيد بعد غياب 28 سنة؟ يمكن انت تعلم واعتقد اغلب المشاهدين يعلموا ان انا ما كنتش معايا هيكتور كوبر في البدايه، واختيار هيكتور كوبر يمكن كنت مع مدير فني مصري ثم مع الان كريس كمدير فني لمنتخبنا الوطني، لكن مجلس الاداره له كل التحيه والاحترام والتقدير قرر تعيين هيكتور كوبر، فطبعا التزاما مني بقرار مجلس الاداره خلاص الموضوع وقراره انتهى. لكن ما اقدرش اقول لك ان بعد ما احنا صعدنا كاس العالم ان حد ممكن يفكر، وليا تصريح يمكن على الثاني يبقى مجنون اللي فكر في تغيير هيكتور كوبر قبل نهايات كاس العالم. ما فعلناه هو من وجهه نظري الاداريه هو الصحيح. ما كنتش تقدر بعد ما هيكتور كوبر وصلك لنهائي كاس الامم الافريقيه، بعد ما وصلك لنهايه كاس العالم كنت غايب عنها لمده 28 عام من ايام والدك كابتن ربيع السيد وكان احد نجوم هذا الجيل، ان انت تقول للمدير الفني شكرا، مدير فني ثاني يجي يبدا من الاول قبل بطولة كأس العالم. أنا كنت مع تكملة هيكتور كوبر لقيادته للفريق في النهائيات، لكن ما كنتش أتمنى قيادته في النهائيات بالشكل اللي قاد فيها هذا الفريق أو هذا المنتخب وأداء منتخبنا الوطني بشكل عام في 3 مباريات. أستاذ خالد، يمكن عندنا تصفيات في شهر 9، فلابد من اتخاذ قرار حكيم وسريع في اختيار مدير فني قادم. الأجواء داخل اتحاد الكرة حضرتك شايفها إزاي؟ وإزاي اتحاد الكرة ممكن يفكر في قيادة فنية جديدة؟ هل هو الاتجاه إلى مدير فني أجنبي أم الاتجاه إلى مدير فني وطني؟ وإحنا شفنا إن مع التاريخ المدير الفني الوطني هو اللي بيحقق معظم الإنجازات مع منتخب مصر. كلامك مظبوط 100%. يعني في وسط هذه الاجواء اعتقادي الشخصي النهارده قرار بالاجماع اقاله هيكتور كوبر والجهاز الفني والاداري بالكامل. نمره 2، اقامه مؤتمر صحفي غدا الساعه 2 ان شاء الله ظهرا في مقر الاتحاد المصري لكره القدم لكشف كل والرد على كل التساؤلات اللي يمكن اثيرت في الفتره الماضيه.
حول اختيار يمكن مدينه جوزنا. يمكن كنت بسمع القسم الرياضي الاستاذ محمود شوقي اعتقد مظبوط الاستاذ محمود شوقي. ما انا عايز انقل بقى اخد لحضرتك بعد النقطه دي لتعليق حضرتك على وجود منتخب مصر في جروزني. يعني طبعا احنا قرينا وسمعنا وشفنا ان حضرتك المدينه منتخب مصر ما لعبش فيها، وهي كانت صعبه جدا في التنقلات، ان منتخب مصر هو اكتر منتخب في مشارك في كاس العالم قطع مسافات في الطيران لثلاث مدن مختلفه داخل روسيا. بص يعني في خلفيات كثيره جدا هديك بعضها، تمام، يمكن هتبقى باكملها في المؤتمر الصحفي، لكن ابرز يعني اللي اقول لك عليه اختيار جروزني هو اختيار الجهاز الفني بقياده فيكتور كوبر والجهاز الاداري باختيار هذه المدينه. وانت كان امامك حل من اثنين او خيار من اثنين كمجلس اداره، يا تحقق رغبات الجهاز الفني باختياره لهذه المدينه، يا اما تختار مدينه اخرى وتخش حزبه ثانيه. انت الذي تتحمل مسؤوليه اختيار مدينه اخرى يعني تقيم فيها لفتره كاس العالم. فده كان احد الاختيارات اللي خلانا نروح لجروزني طبقا لاختيار الجهاز الفني استاذ كوبر والجهاز الفني المعاون والجهاز الاداري. طب راي حضرتك ايه في الموضوع ده يا استاذ خالد؟ يعني راي حضرتك ايه؟ في تفاصيل كثيره بكره في هذا الموضوع. بص الخيار الوحيد اللي كان قدامك اللي ممكن هو كان الاتحاد الدولي بيديك ثلاث اختيارات، تمام، اختار واحده ما بينهم. كان الاختيار الثاني مدينه سان بيترسبرج، تمام. الاختيار الثالث كان مدينه اخرى، تمام. كوبر اختار ده لعده اعتبارات، منها ان المطار على بعد 7 دقائق من الفندق اللي بيتم فيه الفريق، ان في استاد هيبقى مخصص ليك بتدرب فيه وليس ملعب مفتوح كمعظم المدن الاخرى، الاقامه بتبقى منفصله، مفيش حد يدخل الفندق اللي انت بتقيم فيه تماما، بتبقى قاعد فيه لوحدك. ده كان احد خياراته. فما بالك بقى تكون احنا رحنا قعدنا 3 ايام سان بيترسبرج والدنيا قامت زي ما انت شفت، تمام، ما قعدتش. فما بالك لو كنت تم اختيار مدينه سان بيترسبرج هي الخيار اللي تقعد فيه طوال البطوله، كان ايه اللي هيحصل؟ فدي طيب. احد الخيارات. انا بقول لك على بعض النقاط بالاضافه الى بعض النقاط، التنسيق يمكن مع وزاره الخارجيه والسفاره المصريه في روسيا بخصوص اختيار هذه المدينه. طيب. بالتفصيل هيشوفها المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد ومجلس الاداره في المؤتمر. استاذ خالد، يمكن احنا بنتكلم على ان المنتخب كان موجود في جروزني مفيش اي مشكله وخلاص، مستر هيكتور كوبر اختار ان يكون بعيد، لكن حصل بعض يعني زي ما احنا شفنا فيديوهات من داخل غرف اللاعبين وبيتم اذاعتها في محطات مختلفه. دي حاجه مين يتحملها؟ مين يتحمل خروج بعض الفيديوهات من داخل غرف اللاعبين؟ وحضرتك عارف ان احنا في كاس عالم ولازم هيتم التحقيق يمكن في ده بالكامل، هيتم حصر الفيديوهات اللي تم خروجها من قبل بعض غرف اللاعبين. يعني لازم يتم التاكد هل هذه الغرف كانت في روسيا ولا في سويسرا ولا في استاد برج العرب، عشان هناك بعض اللقطات وبعض الصور في مباريات مختلفه ومعسكرات مختلفه سواء وديه او رسميه. هيتم حصر كل ما هو يمكن داخل فندق الاقامه في سان بيترسبرج، ويتم معاقبه اللاعبين طبعا في المقام الاول ان هم عملوا ده، لان المفروض مهندس عادل هيثم مدير المنتخب تلقى تعليمات من مجلس الاداره عدم اجراء اي حوارات للاعبين داخل الغرف طبقا لتعليمات مجلس الاداره. فاللي عمل ده اكيد هيتم محاسبته بشكل كبير جدا، لان ده يعتبر نوع من انواع التفكير. لكن بعد التاكد من صحه هذه الفيديوهات ان هي خاصه في المعسكر الاخير اللي كان. استاذ خالد، اخيرا يعني رد حضرتك ايه على الناس اللي بتحمل اتحاد الكره المسؤوليه وتطالب اتحاد الكره بالاستقاله بعد خروج منتخب مصر من المونديال؟ انا بحترم كل وجهات النظر. تمام، مظبوط. اللي شايفه ان اتحاد الكره يتحمل جزء طبعا من هذا الاخفاق، هذا حقهم، وده ما احنا بنتحمل جزء من الانجاز ووصولنا لكاس العالم بعد غياب 28 سنه. اكيد كمنظومه اداريه بنتحمل جزء برضه من الاخفاق مما لا شك فيه، بحترم كل وجهات النظر.
بكره يتم الكشف عن كل الملابسات والحقائق الخاصه يمكن في فتره المجلس الماضيه، وتحضيراتنا احنا كمجلس اداره لتوفير المناخ المناسب والامكانيات الاداريه والمعسكرات والمباريات الوديه وايضا حتى الريكفري بتاع اللاعبين وشراء الاجهزه الخاصه بتحاليل اللاعبين الرياضيين وايضا بالفيديوهات وتحليل الاداء الخططي والتكتيكي اللي يمكن اشترينا حتى السوفت وير الخاص بتكتيك اللاعبين و و و و وايضا حتى جهازات الاجهزه الخاصه باستشفاء اللاعبين بعد المباريات اللي يمكن كان طلبها بعض اللاعبين اللي بيلعبوا محترفين بره. انت دورك في مجلس الاداره ان انت توفر كل ده للجهاز الفني، دورك في مجلس الاداره ان انت توفر كل المناخ، لكن في النهايه اقدام اللاعبين هي اللي بتكتب يمكن النهائيات والانجازات، لكن اكيد المسؤوليه التضامنيه ودورنا كاعضاء مجلس اداره اتحاد الكره اكيد نتحمل هذا وجزء من طبعا. استاذ خالد يمكن تقلت على حضرتك لكن وجودك كان مهم جدا معايا، وضحت بعض النقاط، فبشكرك شكرا جزيلا على وجودك وعلى ردك على كل الاسئله اللي تم سالها لحضرتك الاستاذ خالد لطيف عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم.